المستشارين لله. الحقيقه يعني طبعا انا سعيد ان انا النهارده موجود مع حضراتكم في اللجنه الاستشاريه، ويمكن ده اخر قانون احنا بنعمله قبل ما بنغادر المجلس، وان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع الساده النواب انهم يقدروا يجتازوا الاختبار من خلال 5 دورات ماضيه. كان ادائهم في البرلمان فوق الممتاز، والحقيقه انا عايز يعني كنت اتمنى ان اذهب سريعا للاستماع لاساتذتنا هنا في اللجنه التشريعيه، حد يكلمني عن وزن نسبي، عن مكون اداري، عن محافظات تم استثناءها طبقا للدستور، ومحدش يتكلم عن دايرته خالص. يعني الحقيقه اسوأ حاجه تحصل لنا هنا ان احنا نخسر القانون ونبقى ترزية قوانين ونعمل قانون عشان نرجع تاني. احنا موجودين هنا عشان نعمل قانون في وزن نسبي وفي معدل انحراف بالزيادة او بالنقصان حسب ما نص الدستور ونص القانون. وعندنا يمكن اللي اطلع على قانون هيعرف ان هذه الاحصائيات عشان ما حدش يتكلم فيها جاءت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، وبالتالي احنا عندنا بيانات سليمه. والمكون الاداري شرحناه وقلنا المكون الاداري هو اسم الشرطه او مركز الشرطه اللي شغال، وبالتالي لازم نتكلم ونكون اكثر صراحه ان هناك محافظات تستحق المزيد من النواب، وهي المحافظات الحدوديه، لان تمثيلها المره اللي فاتت اذا كان 19 لم يكن تمثيلا مناسبا. التمثيل المناسب اللي احنا قلناه وذهبنا ليه سريعا اللي هو 36 مقعد للمحافظات الحدوديه. اما محافظاتنا كلنا سواء حد فينا جه قايمه، حد جه فردي، سياده المستشار مرتضى منصور ذهب الى ان الشخصيات العامه هي اللي هتقدر، وانا بقول له سيادتك اشهر واحد في مصر، وبالتالي لو نزلت في دايره زي الجيزه ولا القاهره، محافظه الجيزه ولا القاهره، المفروض انك انت تنجح من اول مره وما تتكلمش على المشاهير وما تتكلمش على اي حاجه تاني. نمره 2، هذا القانون اخذ جهدا كبيرا من قامات قانونيه شاركت في اعداده، واخذوا مثلا قانون 2015 لتقسيم الدوائر الذي اقرت المحكمه الدستوريه بصحه هذا القانون، ولم يكن هناك ملاحظه واحده. احنا عندنا نموذج يا ساده، والمطلوب مننا ان احنا نتفق دلوقتي ان احنا نوافق على هذا القانون بملاحظاتنا، ثم نذهب مباشره للجلسه العامه حتى يكون لنا قانون نستطيع من خلاله الشعب ينتخب من ينتخب ان شاء الله كل الدايره. حاجه اخيره عايز اقولها، انا دايرتي الصف واخده نائب واحد وما فتحتش بقي وما اتكلمتش فيها، قلت انا موافق دايره زي بولاق الدكرور قبل 2010 كانت بتاخد 2 نواب، ودايره الوزن النسبي حسب ما قلنا عدد السكان مع عدد الناخبين كان المفروض بولاق الدكرور تاخد 10 نواب قبل كده. دايرة زي رفيح واخدة نائب واحد وما اتكلمناش، ولكن هذا هو العدل التمثيل المناسب والملائم في نفس الوقت ما بين الناخبين وما بين المرشحين. حضراتكم احنا عايزين ندخل في القانون ونتكلم في القانون وننتهي من هذا الدور اللي احنا. الحقيقة انا بشكر كل من تحدث فضلا، شكرا لحضراتكم جميعا، شكرا جزيلا.